برقص. انت ليه نفسك ترقص؟ انت فضحتنا قدام الناس، قدام الاجانب. هاي هاي هاي. خش يا بيرو. حاضر. هي بس شرسه كده لكن قلبها ابيض والله العظيم. قوم. حاضر حاضر داخل. خش يا عمر. داخل اهو. معلش معلش انه مجنون شويه، مش كفايه انه فقران وفكسان، مجنون كمان. معلش. بالعكس هيز اميزنج، كان قاعد بيرقص. حاجه كويسه جدا على فكره. عارفه يعني ايه؟ يعني واحد بيحب الحياه قوي والله. اقعدي يا حبيبي، اقعدي 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 يا كارولين، اقعدي اقعدي يا شيخ. ده لما صدقت الاقي حد اقعد افضفضله كده واشكيله همي. اتفضلي. بقولك ايه يا علا، انا عايزه اطلب منك طلب، ممكن؟ بصي يا حبيبتي، لو الطلب ده فيه شاي او قهوه او نسكافيه مرفوض. لو لا قدر الله يعني جايباكي نفسك انك تتغدي عندي، ما اظنش. لو الطلب ده برضو في سنكحة الشوارع دي وما يقال عنه شوبينج، مرفوض برضو. نو نو خالص. غير كده انا تبعك، اتفضلي. انا عايزه استلف منك جوزك. نعم. بصي انا فهمك، انا الاقامه بتاعتي قربت تخلص ومش عارفه اجددها، ولازم اعمل اي حاجه عشان افضل قاعده هنا في ايجيبت لغايه ما بس اجدد الاقامه. ما عنديش اي حل تاني اعمله غير ان اتجوز واحد ايجيبشن. فهمتي يا علا؟ طيب هو عندك جوه، اتفضلي شيليه. سيريسلي؟ اه سيريسلي. انا مش عارفه اقول لك ايه، انا مبسوطه قوي. او ماي جاد، انا مبسوطه جدا. يو ار جود فريند، ثانك يو. اختي بكره طلطومي. بقول لك ايه، انا هروح اجيب المأذون واجي على طول. كي اتفضلي اتفضلي، ثانيه كده. سي يو. العفو. باي باي. باي باي باي. انا عايز اعرف حاجه دلوقتي. انا مش قلت لك 100 مره مفيش ستات غريبه تخش البيت ده وانا مش موجود؟ كانت جايه تطلب ايدك يا عينيا. ايه انت بتتكلمي بجد؟ ايوه حبيبي، بقالك سوق. بقالي سوق؟ مش مصدق. يس مش هتكسر التسجيل ده ولا اعمل ايه؟ انا فرحان قوي، انا فرحان. مالك يا اخويا متزقطط كده وطاير والبهجه مش سايعاك؟ مش عايزه البهجه تبقى سايعاني والقمر تيجي جايه تطلب ده للجواز. مزة فظيعة أوي. أنا فرحان يا جدعان. أنا يا كارولين يا حبيبتي، أهلا. بسم الله. تعالي تعالي يا قلبي، اتفضلي. انا رحت المأذون بس مش لقيته. سبت لهم خبر اول ما يجي هيجي على هنا. طيب طيب كويس حلو. وطلبت شويه اكل كده عشان ناكل مع بعض. يا حبيبه قلبي يعني ذوق بجد. اكل كتير اكيد في بشاميل، اكيد في بشاميل. بصي يا علا، يعني انا عارفه الطلب اللي انا طلبته منك طلب غريب شويه، بس I swear to God انا مش عايزه اتجوز جوزك عشان عايزه اتجوز. انا عايزه اتجوزه بس علشان الاقامه، انت فاهمه ده صح يا اختي؟ هو ده حد يبص له الا ويكون عايز من ورا مصلحه يا ستي؟ طيب هو انا ممكن اقعد مع عمر شويه علشان تعرف؟ عايزه اخد وقتي معاه ونتكلم، اخد عليه شويه، ينفع؟ طبعا. اه طبعا ينفع تقعد تتكلموا وتاكلي وتغرفي وبتاع، براحتك يعني. يا عمر، عمر يا حبيبي. ايوه تعالى. عايزة ايه؟ كارولين عايزة تقعد تتكلم معاك شوية، يعني عشان تاخدوا على بعض. ماشي. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهو عندك اهو، يعني بيتك ومطرحك، يعني البيت بيتك والجوز جوزك. يلا اتفضلوا عن اذنكم انا جوه. ماشي؟ يلا عايزين حاجة ندولي. ثانك يو يا علا. العفو يا غالية. عمري. بص يا مستر عمر، أنا كنت عايزة. بلاش مستر عمر والحاجات دي. قولوا عمر عادي. هتبقى أحلى كتير، قولي عمر كده. عمر. أيوه بقى، عمر. أوكي. وبعدين أنا مش عايزك تحبي نفسك، أنا عارف كل حاجة. عرفت إزاي؟ أنا لسه ما قلتش حاجة أصلاً. وأنا سمعتكم وأنتوا بتتكلموا، وبعدين علا جابتني هنا وقالت لي على كل الكلام اللي أنتوا قلتوه، إنك عايزة تتجوزيني يعني وكده، وأنا فرحان جداً وموافق تتجوزيني، حتى لو ساعة واحدة، لأ، دقيقة.
كفايه ضحكتك دي. ايوه بقى ده الواحد محروم يا شيخه. ما تتجوزوا عادي يعني، وانا همسك فيه ليه؟ يمكن كمان تاخده وتمشي، وانا بقى اطلب الطلاق واخلص واخد الشقه واشوف حالي. تتجوزوا عادي كده؟ لا. ايه ده؟ انت مضايقه انها هتتجوز عمر؟ يا بت يا بت يا علا، ايه مالك؟ ايه يا اختي هيحلو في عينك كده فجاه؟ لا 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 لا، هو انت بس عايزه تستفيدي. اه صح، انت مش همك عمر. عمر ده ايه؟ انت اللي عايزه انك تستفيدي زي ما هي هتستفيد. هي تاخد الاقامه وتتجوز جوزك، انت بقى هتستفيدي ايه؟ شوفوا البت دخلت عليا دخل امريكاني احتلاليه مسيطره، عايزه تاخد الراجل والاقامه وتخلع، وانا بقى افضل زي ما انا؟ لا، انا لازم اعمل معاها تبادل مصلحه. مبسوط قوي، انا حاسك انت شلتيني من اللي انا فيه ده. قوم. ايه في ايه اللي حصل؟ مفيش جواز خلاص. ليه بس يا علا؟ مش احنا اتفقنا انك انت هتجوزيني جوزك لغايه ما اخد الاقامه؟ حبيبتي انت دخلتي عليا دخله سريعه، يعني انا مش عارفه انت بتعملي ايه من وراها. ايه الهادي بقى اللي انت عايزاه تخش عليكي بيه؟ انت وافقتي انك تبيعيني وهي اشترت وخلاص اتفقنا على الجواز، ايه الازمه بقى؟ انت عايزه بره يقول علينا ايه؟ احنا كمصريين بنرجع في كلامنا؟ ده ينفع يعني؟ انت تسكت خالص، فاهم؟ حاضر. بصي لي يا حبيبتي، انت عايزه تتجوزيه عشان الاقامه صح؟ صح مظبوط. انا بقى هستفيد ايه؟ رخيصه. اخرس. حاضر. المبادئ الاقتصاديه قايمه على مبدا نفع واستنفع، السياسه العالميه قايمه على تبادل المصالح، وانت جايه عينك منمره على شيء يخصني، وانا مش معارضه بس انا استفدتي ايه من ورا الموضوع ده؟ ايه الكلام ده؟ ايش ضمني ان انت مش جايه هنا عشان تامني تنفيذ تلك المؤامره؟ وات ذا هيل، مؤامرة ايه اللي انت قاعدة بتتكلمي عليها دي، والكلام الكبير اللي انت قاعدة ترغي فيه من الصبح ده؟ انا عايزة اتجوز جوزك علشان خاطر اخد الاقامة لغاية ما اخلص كل الحاجات اللي ورايا هنا. That's it. شفتي؟ شفتي جاي من بره، من امريكا. اقعد. يعني جاسوسة. يعني بتتجسس، انتوا بتتجسسوا على القمر الصناعي صح؟ ايوه. البواب غلط بلسانه وقال لي جود مورنينج. يعرف منين جود مورنينج ده؟ ها؟ انتوا اللي زارعينه جاسوس تحت. واللبان؟ ايوه اللبان. اللبان بيسالني الدولار يعرف منين الدولار ده اصلا؟ وانت يا حبيبتي يوم ما جيتي سكنتي سكنتي في وشي لزق، ها؟ عشان تعرفي الاخبار الاقتصاديه بتاعتنا تتجسسي. يا شيخه يا شيخه، انا يوم ما طلبت منك اسبرينه، ها؟ تقولي روشته الدكتور. مش الدكتور ولا عايز تخلصي مني عشان تسيطري على الوضع، ها؟ وتاخدوا جوزي تجندوه. او ههبل. ايه بقى؟ اخرصي بقى. في ايه؟ ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوليه ده؟ الا معنى اللي طالع من بقك ده؟ بقول لك ايه؟ قرار قرار ومش هرجع فيه تاني. انا هتجوز كارولين، يعني هتجوز كارولين واضربي دماغك في الحيط وتبيع البلد. ابي امي بلد ايه يا اختي اللي بتتكلمي عنها دي؟ انت اتفقتي معاها ان احنا نتجوز، وانا موافق على الجوازه وهتجوز كارولين. وانا بقى مش موافق على الجوازه لغايه ما اعرف ايه اتفقتي من وراها. مفيش اي اتفاق. انت هتتجوزني عشان اخد الاقامه؟ موافق طبعا. ولما اخلص اللي انا جايه علشانه هاخدكم انتوا الاثنين معايا الستيتس. اهو. يعني ايه الستيتس دي؟ امريكا. امريكا امريكا يعني امريكا حيث الصياعه المبكره. يس. طب بقول لك ايه، اوعى انت كده. بيقولوا عندكم ان البنت لما بتتم 18 سنه ايوه بتمشي على حل شعرها الا ما في مخلوق بيقول لها تلت التلاته كام. لا طبعا كلام دهبل وما بيحصلش. ما بيحصلش ايه ده؟ لو رحت امريكا هضرب المايوه مش هدقلك في الشارع كده. لا طبعا عندنا قوانين بنمشي عليها. قوانين ايه ياما؟ ده بزراميط. مين قالك الكلام ده؟ الكلام ده في دماغكم انتوا بس. احنا عندنا قوانين واصول بنلتزم بيها وبنمشي عليها. عموما انا لازم امشي دلوقتي. اوكي اتاخرت. لما يجي المأذون تكلميني علشان هتجوز جوزك عشان اخد الاقامه. شنطتي فين؟ باي باي. باي باي. باي. يعني هسافر امريكا؟ واو، انا بسمع ان امريكا دي الواحد يقدر يبقى فيها مليونير في شهر، يعني حوطها الفقر. يا سلام. بس هتجوزها بس، وبقابليني لو شفتيني تاني. امريكا دي اللي عايزه تسافريها معفن انت. انا اول ما امسك تذكره السفر في ايديا هطلقك على طول.
يا ولا يا ما نفسي اشوفك وانت بتعيطي ومقهوره كده زي ما تعبتيني السنتين اللي فاتت دول. ايه ده؟ طب عمر هتسيبيه؟